مثل ما تعودنا كل نهار السبت نروح باتصال مع المتنبئ الجوي حسان الجردي لنعرف أكثر كيف حيكون طقسنا خلال الأسبوع. وأكيد اليوم بهمنا نعرف هذا الطقس كونه نحن مثل ما قلنا مقبلين على عيد الأضحى السعيد، فإن شاء الله هيك يكون الجو خلينا نقول رواق شوي لأنه نحن عم نمرق بموجة حر كتير قوية. صباح الخير أستاذ حسان. صباح الخيرات، يسعد صباحك. هلا، يسعد صباحك، اهلا وسهلا بحضرتك. يا ريت تخبرنا كيف حيكون طقسنا خلال الاسبوع القادم، هل حنشهد اكثر من هيك مرتفعات او حيكون هيك شوي انخفاض في درجات الحراره؟ تكرم عينك، صباح الخير من جديد لك، الاخباريه السوريه لزميلتك. هلا بالنسبه للاجواء خلال هيدا الاسبوع وتحديدا هيدا الاسبوع مميز كونه اسبوع بيحكم فيه عيد الاضحى المبارك، ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير يا رب. الاجواء بشكل عام اليوم الحرارات رح تميل للانخفاض، يعني بس الانخفاض رح يكون اليوم طفيف وقليل بمعدل درجه الى درجتين باغلب المناطق والمدن السوريه، والاجواء بشكل عام بتضل اجواء حاره الى شديده الحراره بالمناطق الشرقيه والجزيره والباديه، والاجواء السديميه المغبره بتضل موجوده وسيده الموقف بالمناطق الشرقيه والجزيره والباديه. نحن تحت منظومه امتداد المنخفض الموسمي الهندي المترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري بطبقات الجو العليا. هلا ان شاء الله نهار بكره راح يكون الانخفاض افضل من اليوم، راح يكون الانخفاض بمعدل 3 درجات الى 4 درجات ببعض المناطق، والحرارات راح تكون اعلى من المعدل من 3 الى 5 درجات مئويه، والاجواء بشكل عام حاره نسبيا بين الصحوه والغائمه، جزئيا بشكل عام بالمناطق الشرقيه والجزيره والباديه بتضل الاجواء حاره وسدينيه مغبره. الرياح عم تكون غربيه الى شماليه غربيه، نهار بكره بتتحول لغربيه الى جنوبيه غربيه بين الخفيفه والمعتده، مع هبات عم تتجاوز نهار السبت اليوم تحديدا خلال ساعات بعد الظهر والمساء تتجاوز 70 كيلومتر بالساعة. رح تكون الهبات أكثر شيء بالمناطق الوسطى بالجنوبية بالشمالية بالجنوب الشرقي، تصير الغبار بمعظم المناطق الداخلية، والبحر خفيف متوسط ارتفاع الموج خلال ساعات المساء. هلأ بشكل عام أول أيام العيد وثاني يوم العيد رح تكون أجواء حارة نسبيا إلى حارة، رح نرجع نتأثر بموجة حارة جديدة وكتلة هوائية شبه مدارية حارة بتأثر على المنطقة، اعتبارا من منتصف هذا الاسبوع بيستمر تاثيره حتى نهايه الاسبوع، تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحراره من جديد، لانه الموجه اللي تعرضنا لها الموجه الحاره انقسمت الى ذروه اثرت علينا نهايه الاسبوع الماضي وكانت الاربعاء والخميس والجمعه، انخفضت الحرارات وانخفضت يوم السبت والاحد، ونهار الاثنين بترجع الحراره ترتفع من جديد الثلاثاء والاربعاء والخميس، ولكن الموجه الثانيه اللي بدها تاثر علينا اللي بتكون هي ثالث ايام عيد الاضحى المبارك نهار الثلاثاء والاربعاء أشد حدة من اللي تأثرنا عليها بنهاية الأسبوع الماضي، تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، أجواء شديدة الحرارة بأغلب المناطق الداخلية، ورح تكون أجواء حارة بالمرتفعات الجبلية بأجزاء من المناطق الساحلية، واللي بيلفت النظر خلال هيدي الموجة الارتفاع الملحوظ بنسبة الرطوبة السطحية واللي بيعطي شعور آخر بدرجات حرارة أكبر مما هي بالواقع. الأجواء رح تكون أجواء صحوة مشمسة حارة بأغلب المناطق، أجواء سديمية مغبرة بمعظم المناطق الداخلية وبشكل خاص بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية السورية، والرياح عم تكون غربية لجنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، نهار الأربعاء والخميس تتحول لجنوبية إلى جنوبية شرقية بالمناطق الجنوبية والشرقية، بينما تبقى رياح غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق. هلأ بشكل عام رح هيدي الهموجية تنحسر عن الأجزاء الغربية من البلاد اعتبارا من نهاية الأسبوع نهار الخميس، وتبلش الحرارة تنخفض بشكل تدريجي، الأجواء بتتعدل بإذن الله حتى ترجع الحرارات تنخفض بشكل واضح اعتبارا من يوم الجمعة والسبت القادم بإذن الله تعالى. هلأ خلال هذه الموجة وخصوصا نحن هلأ في مناسبة عيد الأضحى المبارك بنوجه حزمة من النصائح، أهمها عدم التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة ساعات الذروة بشكل مباشر، يعني والناس بدها تطلع على الأرياف، الناس بتروح على الساحل، على الغابات، المناطق الحراجية. نتمنى من الأخوة المواطنين اتخاذ أساليب الحيطة والحذر والتعامل بأعلى درجات الحذر، وخصوصا عند إشعال النيران وعدم إشعالها بالمطلق إذا كان هناك إمكانية، وخاصة بالمناطق الزراعية والحراجية والغابات، وأبلاغ الجهات المختصة عند حدوث أي حرائق. النشاط بسرعة الرياح وخاصة بالمناطق الشرقية الجنوبية الشرقية وبتؤدي إلى أجواء سدينية مغبرة، والناس اللي عندهم حساسية بالجهاز التنفسي من الغبرة من هيك أجواء أنهم يتخذوا أساليب الحذر والحيطة. كبار السن الأطفال بنتمنى عدم تعرضهم بشكل مباشر لأشعة الشمس خلال هذه الفترة، عدم ترك الأشياء القابلة للاشتعال بالأماكن المغلقة والمحصورة معرضة بشكل مباشر لأشعة الشمس. درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق 39-26، القنيطرة 35-23، القرى
المرتفعات الجبليه 33 22 درعا 39 24 السويداء 37 24 المنطقه الوسطى حمص محاماه 41 25 الحشكه منطقه الجزيره 41 31 الساحل السوري الداديه وطرطوس 34 26 بالشمال حلب 41 27 إدلب 38 24 المنطقه الشرقيه دير الزور الرقه البوكمال 44 28 بالباديه السوريه مدينه تدمر 43 28 بشكل عام بدايه الاسبوع حتكون اجواء حاره نسبيا حتى منتصفه تقريبا يوم الاحد بعدين بتبلش الحراره ترتفع من جديد والملفت للنظر بالارتفاع بدرجات الحراره رغم الكتله الشبه مداريه اللي عم نتعرض لها هو الارتفاع الملحوظ بنسبه الرطوبه السطحيه واللي بيعطي درجه حراره اعلى من الدرجات الحراره اللي هي بالواقع يعني نحن عم نشعر بدرجات حراره عم تكون اكبر من درجات الحراره المتوقعه نتيجه ارتفاع نسب القيم الرطوبه السطحيه. نعم استاذ حسان بدنا نشكرك لكل المعلومات يلي ذكرتها ومثل ما سمعنا يا ليلى نحن على موعد مع انخفاض طفيف على درجات الحراره ان شاء الله يا رب. ولكن في موجه حر وكان في بعض التحذيرات ان شاء الله هيك بنقول بردا وسلاما لكل الاشخاص وعلى سوريا الحبيبه.